على كل إن صح هذا طبعا هذا التصرف خارج عن الإسلام، ونحن لا نتحدث عن التصرفات الخارج عن الإسلام، نقوم التصرفات الإسلامية أكيد هذا التصرف خارج عن الإسلام. سيدي في الآونة الأخيرة ذكرتم أن عبد الرحمن الداخل الذي لقب بصقر قريش دخل إلى الأندلس داعيا لله سبحانه وتعالى مع ثلة من إخوانه. في الآونة الأخيرة يروج لفكرة عن طريق التلفزيون والمسلسلات، وخصوصا عن هذا عن هذه الشخصية، أن عبد الرحمن الداخل عندما دخل إلى الأندلس دخل تحقيقا لنبوءة بعض أجداده الذي قال يعيد مجد بني أمية في المغرب بعد أن خبى، أو يعيد دولة بني أمية في المغرب بعد أن خبت في المشرق، وأنه عندما تمكن سلطانه في الأندلس ورحل إليه إخوته وأبناؤهم من الشام، عندما أحس أنهم سيبدأون ينازعونه السلطة أو يطلبون بعض الكراسي في الحكم، بدأ بالتخلص منهم واحدا تلو الآخر بالقتل عن طريق التقتيل. فما ردكم على هؤلاء؟ والله وما آفة الأخبار إلا رواتها. هذه المسلسلات التي تسمى إسلامية أو تاريخية، نعم الذي أريد أن أقوله النتائج السلبية التي فيها أكبر بكثير وأخطر بكثير من المقدار البسيط من الأمور الإيجابية فيها. وأنا أعلم أن كثيرا من الذين يكتبون هذه المسلسلات يقحمون فيها أخيلتهم ويقحمون فيها ما لا أصل له، من أجل أن يكون السيناريو موافق لاستثارة المشاهد. نعم، وكم وكم وجه هؤلاء الأخي. نحن هذا مسلسل، نحن ما عم نكتب تاريخ، نحن بدنا نجي الهيكل العظمي نكسيه لحم ونكسيه كذا وإلى آخره، يعني هكذا يقولون. أنت يعني أكيد كإنسان مثقف لا يعني تدرس التاريخ من خلال مسلسلات فلان اللي كتب وفلان اللي أنتج، أكيد. طيب ارجع إلى كتب التاريخ لن تجد هذا الكلام موجود. معلش، أنت عم تنقل من بعض المسلسلات. نعم، وأنا أعرف ذلك لكن ينبغي أن أعلم وأن تعلم أن كتاب هذه المسلسلات غير متقيدين، غير أكثرهم، ما بنقول كلهم، غير متقيدين بالصحيح. لازم يشوفوا بالحدث شيء مثير، عقدة بسموها العقدة. نعم، حتى لو موجودة يوجدوها. هلأ لأول مرة بسمع أنه بعض أبناء عمومته لعبد الرحمن الداخل راحوا فتوجس منهم خيفة وقتلهم واحد وراء واحد. الذي أعرفه عكس هذا تماما، لأن عبد الرحمن الداخل فر من العباسيين، بعد العباسيين. نعم، ولما أكرمه الله بالتوفيق، نعم، ودخل في عصره كثير من الأوروبيين في الإسلام، أقبل إليه كثيرون ممن علموا التوفيق الذي أيده الله به فشد أزره بهم. ما قررت كلامهم، أنا رجعت إلى كتب. أكيد. نعم، يعني هي من ناحية. سيدي من ناحية تانية هم لم يذكروا أبدا أنه دخل داعية أو أن شخصا واحدا أسلم على يده. أكيد ما راح يقولوا هالكلام أبدا، هذا لم يقرر ولم الكلام. يذكر، وإنما أثار الحرب بين الزيدية واليمنية الذين العرب الذين كانوا موجودين فيه. يعني أنت تريد أن تحذرنا من المسلسلات التي تسمى تاريخية، لأن هذه المسلسلات القليل منها تاريخ حقيقي، نسيج حقيقي، والأكثر عبارة عن اختراعات وتصورات، نعم، من قبل الكتاب والمؤلفين. أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور، نرجو بيان بأن أهل الذمة لا يجوز شرعا أن يتمتعوا بحق منصب الرئاسة أو القضاء، يعني فأين فمن هناك من يقول مثلا فأين العدالة والمساواة في الحقوق يعني بين المسلمين وغيرهم؟ يعني قبل أن نقول أين العدالة في هذا، أثبت
أثبت أن الشريعة الإسلامية تمنع الذميين من أن يتبوأوا المناصب، أثبت ذلك. فإذا ثبت ذلك قل أين العدالة. أنا بالأمس أجبت عن سؤال قريب من هذا، قلت يعني عندنا مثل يقول زناه فحده، يعني ألصق به الزنا من أجل أن يخضعه للحد. وقلت لزميل لك أظن ارجع إلى كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، الكتاب يتبوأ الوزارة إن وجد ولي أمر المسلمين أن هذا الإنسان جدير بهذه الوزارة وأنه مخلص في عمله، نعم، ولربما كان هو أولى من غيره من المسلمين بذلك. نعم، العز بن عبد السلام يقول في هذا الصدد: فسق الولي الفاسق يعود ضرره إليه، أما ضعف المسلم الملتزم مرده إلى الأمة كلها. يعني عندما يكون الشخص الذي نرشحه لوزارة لمنصب مسلم ومصلي ويقوم الليل لكن ضعيف، ضعيف، نعم، هذا الضعف مرده إلى من؟ للأمة، يعني ضرر ضعفه ينال الأمة كلها، في حين أن الفاسق البصير بأمور الدولة المخلص في رعاية الدولة، نعم، فسقه ضرره له، بينما عمله يعني إمكاناته وقدراته للأمة. أنا الذي أعلمه نقيض ما تقول. فضيلة الدكتور، يقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيقول الفقهاء عند هذه الآية: لا يجوز تقليد غير المسلمين مناصب القضاء أو مناصب التي فيها الحكم أو الإبرام الحكم على المسلمين. تتم الكلام أخينا. القضاء، بالنسبة للقضاء بالذات دعك من القضاء، لأن القضاء سداه ولحمته أحكام إيش؟ الشريعة الإسلامية. كيف أسلط إنسانا لا يؤمن بالشريعة الإسلامية على الشريعة الإسلامية؟ هذا شيء. شيء ثاني، قال كثير من العلماء ومنه ابن حزم أن هذا إساءة للكتابي. لما بقول للكتابي أنت ما بتؤمن بالإسلام لكن تعال طبق الإسلام كقاضي، لأنه لما بيكون قاضي بده شو بده يطبق؟ شو بده يطبق؟ النصرانية ولا الإسلام؟ الإسلام. فأنت عندما تلزمه بأن يطبق الإسلام تكون قد أسأت إليه. جاء بإنسان يشرب الخمرة والقاضي مين؟ بشربك اليوم مسنا وثلاثة وربع. القاضي جاء بإنسان شرب الخمرة إليه وهو كتابي، مطلوب منه أنه يعاقب هذا الإنسان إذا ثبت أنه شرب الخمرة، أنت شربت خمرة وشوفوا فمه، نعم، رائحة الخمرة واضحة، في شو تشهدوا على ذلك؟ العقاب، نعم، 40 جلدة. هذه إساءة إليه لأنه لا يدين بهذا الأمر. دعك من موضوع القضاء. أما الوزارة، أما الإدارة، أما هذه الشؤون، فالمسألة منوطة بماذا؟ بصلاحية هذا الإنسان. نعم، نعم، طبعا. كيف بيكون بالقضاء؟ لا يجوز له أن نبوئه مركز القضاء، فكيف نقول أنه نبوئكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لا استهانة به، لكن لأنه ملجأ ومحرج نطلب منه تطبيق الشريعة الإسلامية وهو ليس مسلما. هات لنشوف، بده يدرس الشريعة الإسلامية مسكين لا تعرفها شو هي. نعم، والحمد لله رب العالمين. يبدو أن الوقت قد أدركنا. نعم، الأسئلة هذه المرة كافية وافية إن شاء الله ومتنوعة. الحمد لله رب العالمين.